مستمرين مشاهدينا بقصص النجاح اللي هي دائما القصص المفضلة عندي، خاصة رح أكون منحازة شوي للنساء لما أشوف صبية أو امرأة ناجحة بمجال معين اختارته هي لحتى إنها تقدر تمشي فيه وتنجح فيه ويكون عندها حلم تحققه. أكيد رح نتحدث اليوم أكثر بتفاصيل مع ضيفتنا لليوم اللي هي جيهان هاشم، اللي نجحت باستقطاب 10 ملايين متابع على الإنستغرام، ونعرف منها تفاصيل هذا النجاح. يسعد صباحك جيهان. حبيبتي صباح الخير. صباح النور. جيهان نورتينا من جديد. الله يوفقك. وأنا بصراحة دائما سعيدة لما تكونين ويانا وفخورة بكل ما تقدمي، لأنه فعليا أنت إنسانة معطاءة، وهذا الشيء أنا عشته وياك وشفته من خلال كثير مواقف. قبل سنتين من جيت العمل. كانت أحلى صدفة كلش. فعليا أنت مبدعة جيهان، وصدقا يعني أنا قلتها قدامك ووراك إنه أنت من أحسن الناس اللي مثل ما أنت على السوشيال ميديا مثل ما أنت على حقيقتك في أرض الواقع، وهذا الشيء نادر حاليا. حبيبتي أول شيء مبارك عليك 10 مليون، وان شاء الله يا رب منها لل 400 مليون تكون على النجاح شويه. حبيب قلبي اكيد بتستاهليها وزياده. بدول قلبكم. شكرا. الله يسلمك جيهان. احكي اول شيء، انا بدي اعطيك مساحه تعايدين اهلنا بمناسبه اعياد النوروز اللي ان شاء الله يعني هي على الابواب. بطريقتك وبالشيء اللي انت تحبي تفضلي. يلا خلينا نقولها باللغه الكرديه ولو ماكو فرق، بس لان اكيد نوروز مال كراد مال كلهم، بس اكثر شيء للكراد. بما انتم لابسين اخضر كلكم اليوم محتفلين بالربيع. نعم. بياني باش صلاة لبوها مو هاوريا كانم بوها مو كرد وكردستان. ججني بيروزا ججني نوروز بيروزستان بيت ان شاء الله بدلت شي خوش بصحت بسلامتي همو أوشتانا همو يأرزو إنجو هر أو هذا بيت خوش تمدوي بالعربي شنو. صباح الخير قلت لهم أصدقائي الأعزاء، وكل عام نوروز الكراد والكل بألف خير، وإن شاء الله تحققون كل أمانيكم. جميل جدا. إن شاء الله عليك وعلى كل الناس اللي بحضرونا وعلى كل الناس اللي بنحبهم. أكيد إن شاء الله بتكون سنة خير ودائما كلها احتفالات وفرح وأجواء جميلة. جيهان بداية أنت بديتي تقريبا بال 2013 مزبوط؟ صح. بلشتي لعام 2017 كنت أنت ميك اب أرتست، بلشتي بهذا المجال، بعديها بلشتي تدخلي بعالم السوشيال ميديا كبلوجر. فاحكي لنا شو هالنقل النوعية، شو كان سببها، وكيف مشيتي بهذا الطريق لحتى وصلتي لهون وجمعتي هالعدد الكثير كبير، هو أكيد مش سهل الواحد يوصل لهون. طبعاً. أكيد هذا دليل على نجاحك بالمجال اللي عم تعمليه. الحمد لله. كل امرأة مثابرة راح توصل للشيء اللي تريده بجذب الطاقة وبالشيء اللي تتمناه من داخلها من صدق، فيساعد إنه الطاقة تسمع هذا الشيء. أكيد. إنه كل شيء حتى الملائكة اللي حواليك يصخروا لك هذا الشيء. نبدي أول شيء إنه أني كنت موظفة عادية بكذا مكان، طبعا الأماكن كنت أتوظف بيها كل بنية تحلم بيها. عندي حظ بهذا الشيء من كنت موظفة، ما كنت يعني بنية عادية كنت يعني. بعدين تعبت من الدوام والالتزام، لازم بالسبعة صبحاني أقعد من النوم وأمك يجي وأروح للدوام، والمدير مرات تعرفين ليش جاي متأخرة. فترة من الفترات عشت بألمانيا، قلت أنا شو أسوي يا ربي، شو أسوي حتى أني الناس كلها تقول لي بس يريدون يشتغلون وياي، مو أني أروح أتعب من الصبح أشتغل. حلو. دخلت دورة ميك أب أرتس، حصلت على شهادة هي بسيطة بس معترف بيها. رجعت للعراق، فتح الصالون أول مرة ب 2013، قمت أشتغل ميك أب لكل العرايس والزبونات وحالي حال أي بنية عندها صالون. بعدين تعبت يعني، كان يتطلب من عندي جهد. بمرة من المرات فاتحة لايف أقلد الأطفال وأمكيج وأخلي مكياج، كان عندنا عيب بذيك الفترة يعني قبل 15 سنة هيك عيب البنية تطلع قدام الكاميرا تمكيج وتحكي بنات حفو ما أعرف شو سوى، كان عندنا عيب. ما في ترند. ماكو عيب بنية مكياج قدام الكاميرا. أنا طلعت مكياج قدام الكاميرا وكنت أقلد صوت الأطفال وعندي صالون بوقتها. حلو. وراها صرت ترند، نمت قعدت أنا 100 كي ما تعرف شنو يعني، هو شنو هاي البيجات كلها نشروها، حتى بدايات يعني اهلي زعلوا من عندي فانه كان عيب وحده تصير مشهوره وهيك شيء. وراها شفت اشتغلت بالصالون هوايه، قمت كل محتواي كان صالون ومكياج البنات، شفت تعب شويه قامت وكالات وبراندات تدز علي الاعلانات. انا كنت حتى ما افتهم، اقول يعني ايش قد راح تنطوني يعني ايش راح اسوي اني. والله ما افتهم، كنت يعني يقولوا لي هيك راح تسوين هيك راح تسوين، هل قد نطيك. بعدين شوي صار عندي محامي، صار عندي اداره اعمال، شفت الموضوع حلو، فشوي عرفت الميك اب. حلو. انا حاليا وهذا الشيء راح يعرفه من خلالكم فقط العالم، امكيج بس امكيج للنساء الفي اي بي. حلو. يعني نسوان مسؤولين عندنا بالعراق، انت تعرفين واحد اكثر. نساء يعني مرموقات وبدون ما اصوب بدون ما حد يعرف،
دزولي حمايه اروح امكجها اكملها واطلع. حلو حلو يعني اليوم وكلش ابتعدت عن هذا الشيء بالبروفايل مالتي. حبيت اتجه اكثر شيء انه اكون بلوجر. حلو. بس جيهان اليوم يمكن احنا نشوف كثير من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، هوايه منهم سواء كان مجال الميك اب بكل المجالات، لكن نادر نشوف احد بقى محافظ على طبيعته. صح يعني، ويمكن يتلونون بكذا شغله يعني ما اعرف بالضبط. انا هذا اللي اتجهوا لكذا اتجاه. صحيح، انا هذا اللي اريد انوه له. انت اليوم بقيتي محافظه مثل ما طلعتي في البدايه، انت بعدك محافظه على العفويه، على الصدق ويا الناس. صح. اللي يتابعوك وعلى التواصل الدائم. اليوم شلون توازنين؟ شوف تدري ليش انا وعد نفسي اول ما صرت معروفه؟ قبل كنت ابين عواطفي قدام العالم وهذا الشيء غلط، بس كل عمر له يعني. انا كنت بالعشرينات يعني 20 21، فكنت ابين مشاعري وعصبيتي قدام العالم كلش بالسوشيال ميديا. بعدين لا شويه يعني عقلت، قمت افرزن وحتى صرت اهدأ، قمت اباوع بس على الشغلات الايجابيه. فوعدت نفسي انه من اصير معروفه ومشهوره اكثر يوم بعد يوم انه ابقى متواضعه. ليش؟ اتخذت السوشيال ميديا دكان. شلون واحد عنده باب رزق يحب الصبح يجي يرش مي يعلق مثلا قران يقول حتى استرزق، اتخذت هيك اتخاذ. ما اتخذت انه انا صرت مشهوره لازم اني اصير مغروره واتكبر على العالم يعني حتى عندي اداره اعمال بس ما يعني مو الا هم كل شيء مثلا هم يحجون بدالي، او صديقتي اقول لها والله خابري مدير اعمالي يلا تحجي وياي، او ناس اعرفها ما عارفه، ماكو هيك شيء. ما احب اكون ويا العالم بسيطه مع الكل. حلو كثير. فعليا. يعني يمكن جهان انا اول مره بشوفك على الواقع، بس يعني كل اللي عم تحكوه فعليا واقع 100%. طريقه حكيك، لطافتك، كله هذا لسه واضح على وجهك وعلى تعاملك اكيد. شكرا. فهدول الناس اللي فعليا بينجحوا وبيوصلوا للي بدهم اياه طالما النيه صافيه، وزي ما انت حكيتي نيه صافيه وما بقى جميل. بعد موديل الغرور ترى كلش قديم يعني. هسه انا دا اختلط بكذا مجتمع، وتعرفون بالجديد تزوجت عشت باسطنبول، عدم المشهور والله واحد يشوفيه بالشارع مار من يمك باسطنبول ولا عبالك. عندنا قالب الدنيا هناك يفتح ها. اقول مراد على مدار بالعراق عندنا قالب الدنيا نشوفها باسطنبول. طب عادي يمشون بين العالم وبسيطين وشعرهم هيك مخربط، ياكلون ساندويش يعني هيك حلو. صح. بساطة حلوة. الغرور ما احبه انا. ما في اجمل من البساطة والانسان يضل على طبيعته عشان الواحد يقدر يضل بنفس تعامله بنفس شخصيته بنفس اسلوبه، يكون حقيقي مع نفسه. لازم يكون حقيقي. اقول شيء دينا، انا من انعرفت لازم استثمر هذا الشيء انه اني اسمي طلع. واني هسه اقعد يمكم باكر عقبه نطلع اتعرف عليكم، بنات بالاردن، بنات بالسعوديه، بنات بلبنان. اذا اني اكون مغروره ومحاصره نفسي وكل شيء مدير اعمالي وكل شيء العاملين وياي، انا شو وقت راح اتعرف على الشخصيات وعلى طقوس غيري او اتعرف على شغلات ثانيه اذا اظل اني هيك غالقه نفسي؟ ما يصير طبعا 100%. طيب جيهان، بما انه احنا حكينا عن طريقك بالنجاح، دائما احنا كناس بعاد بس نشوف شخص ناجح بنشوف فقط الجانب المشرق من هذا النجاح، ودائما بنشوف بس الشغلات الحلوه، بس اكيد كل طريق نجاح فيه صعوبات. طبعا. فبنحب نعرف شو الصعوبات، مع انه احنا كنا عم نحكي كمان عن نجاح المراه يعني قديش ممكن انها تتعب على حالها وتوصل، فلازم نحكي انه كل نجاح فيه صعوبات. احكي لنا شو الصعوبات اللي واجهتيها حتى نوجه رساله كمان لكل امراه عم بتفكر انها تعمل او تنجح باي مجال شو ما كان، سواء كان عمل بالبيت، سواء كان وظيفه، او حتى لو كان اي شيء على السوشيال ميديا. انا كتجربتي راح انصح اول شيء سدي اذاناتك ولا كانه سامعه شيء. صح. مالك علاقه بالتعليقات السلبيه بالكومنت مو حلو. انا اليوم قعدت من الصبح والله وحده كاتبت لي على اللقاء مال قبل يومين وجهك يلعب النفس وبكيل وين لحم وما اعرف شنو. تعال شوف الحقيقه. كتبت لها شكرا مو هاي الكاميرا. كيل وين ثلاثه اربعه زايديني ليش؟ انا ضعيفه ليش تطلعين سمينة؟ فلا تسمعين كلام احد، انه مو ما تسمعين كلام احد. النصائح الحلوه مرات حتى الانتقادات والله اخذها بجد يعني واشتغل عليها. بس الانتقادات والتنمر وقرايب هيك حكوا وما اعرف شنو مالك علاقه. روحي قبل اشتغلي على نفسك. ابد لا تقيسين نفسك بحد، قيسي نفسك بروحك. شوفي انت قبل مثلا شنو اسمك نور، شوفي نور قبل شنو كانت، ونور هسه وين تريد تروح حتى تنجحين. لا تشوفين وحده هاي احسن من عندي، ليش عندها فلان اعلان اني ما عندي؟ لان هوايه اكو يخطئون هذا الخطا ويقلدونه بطريقه واضحه. هذا الشيء ما راح يوفق البنات اللي يريدون ينجحون. الصعوبات اكو، انتقادات. انا مرات كنت اكل بالمول يجون بنات يسبون يغلطون علي ويروحون. قبل كنت ارد اقول لها تعالي شنو قصدك تعالي عيط.
هسه صايره لا ابلهم ثانك يو لاف يو حياتي. هل الزواج غير جهان؟ يعني ما عدا الزواج انا بصراحه كلش اتجه لدكاتره جذب الطاقه، شو يعني ما اقول دكاتره نفسيين، اخصائيين تنميه بشريه، يوغا، صديقات عندي حتى صاروا من هذا الوسط قالوا لي جيهان راح توصلين مرحله الانسان اللي تشوفيه متعصب وضايج ويحكي عليك راح تنقهرين عليه تقول خطيه يا ريتني اساعده هذا مريض. صح بالفعل وصلت لهذا الشيء. الزواج اي ايضا ليش؟ لان زوجي اكبر من عندي علمني دائما كوني هادئه، انا عصبيه اقلب الدنيا كسر البيت، هو يقول لي صيري ريلاكس صيري هادئه، فشويه شويه اخذت طبعا هم صرت هادئه وحياه سعيده. حلو. طيب جيهان اليوم يمكن خطوه الزواج بالذات بالنسبه للبنات هي يعني خلينا نقول تغيير شامل، بالذات اذا كانت ممكن بعض يمر بتجربه فاشله بعد تصير عنده بعد كلش تأيس بالضبط. اليوم هل هذا الزواج بشكل عام او القصه اللي عشتيها عرضتك انتقادات؟ مع العلم انه انتم تطلعون ككبل على السوشيال ميديا كلش خفيفين دم لطيفين. زوجي ما يحب السوشيال ميديا ابد، مو مشهور واضح. اي انا اطلع ذي القوه مرات وياه يا احم. اول شيء احنا نوجه له تحيه واحنا يعني صراحه نقول يا حظك فعلا. نيالك احلى شيء من اشوف عراقيين باسطنبولي، لازم اقول نيالك دير باك علي، انا اقول له شوف دنيا اسمع نيالك علي اسمع شو. طيب جيهان هل هذا اليوم الموضوع اثر وخلى انتقادات تعرضين لها بالبدايه؟ اي بس لا بعدين راح، يعني بدايه ما كنت اطلع محمد يقولوا لي ماخذه شوغر دادي. شوغر دادي اي لازم هيك يصير كميه الشوغر اللي شوغر دادي ملايق عليك ما اعرف شنو. بالعد والله بالعكس يعني ماني ما انا ما يهمني، يهمني انه انا وياه شنو دنحس هي هاي. والناس عليهم بالمظاهر، مو اي واحد تشوفه بالسوشيال ميديا حبوه حياتي، يعني هم بالحقيقه هيك بالبيت ماكو هيك شيء. طبعا طبعا يعني الموضوع مو نورمال، باكر عقبه تتزوجون حتحسون. المتزوجات ايضا تحياتي يعرفون كل زين، ماكو يعني حبوه حياتي 24 ساعه وهذا الشيء، اكو احترام اكو موده. انا ومحمد كلش عندنا خطوط حمراء وكلش واحد يحترم الثاني، بحيث مرات من اصور الناس يقولون لحد هسه دخل جلي من عنده، مع العلم 3 سنين 4 سنين انا اعرفه. اكو خجل بيناتنا، اكو احترام، يعني هو اكبر من عندي بالعمر فاني كلش احترمه هوايه، ولا كانه ناس متزوجين طبيعي وهيك، يعني كلش احترمه واخجل من عنده. حلو. وبالسوشيال ميديا ما يهمني. مره واحده طلعت حكيت قلت مو ذا شوغر دادي، يعني ولو هو مش شوغر دادي يعني شويه اكبر من عندي 18 سنه ما اشوف فد عمر لي انا. لا نهائيا مو فد فرق. اي اتوالم ويا انا اتوالم ويا هيك عمر ما اعرف، انا ما اقدر اتوالم ويا عمر صغيره اكبر من عندي بكم سنه ما اعرف، يمكن لان عشت مراحل وتجارب وهوايه عقلي كبر. صح قولي لي ورا الحلقه اقول لك الفرق بين امي وابوي ايش قاعد تفضلي السؤال اللي بعده. شلون حياتهم؟ احلى حياه احلى حياه احلى حياه. لان الرجل من يكون ايش قد ما يكون كبير يحتضن المراه يشوفها بنته حبيبته بنوته صغيره، وانا هوايه يعني انا بالبيت ويا محمد ما احكي بهاي اللغه كلها دادي حبيبي، هو يدلعني نونو يصيح لي، فيصير تفاهم حلو. حلو طبعا. هو بالنهايه زي ما انت ذكرتي يعني كل شخص بيختار الشخص المناسب له، يمكن في صبايا بحبوا انه يكون زوجهم او شريك حياتهم من نفس العمر يشتغلوا مع بعض. هو كل وحده وقسمتها، انا اقول كل وحده الله ما يخلي واحد يتأذى، الله ينقذ كل بنية وتتزوج بوقتها ويجيب لها اللي يلوق لها المناسب لها 100%. طب جيهان بما أنه إحنا ذكرنا موضوع الزواج برضو كمان رسالة تانية لكل السيدات اللي عم يحضرونا أو النساء خلينا نحكي اللي لسه مش متزوجات أو مقبلين على الزواج، في كتير منهم بحطوا أمال وأحلام كتير كبيرة على الزواج، إنه أنا بس أتزوج رح أقعد بالبيت ورح أتدلل ورح يجيني الفارس على الحصان الأبيض وكل هاي الأمور. قد ايه ممكن الزواج يوقف نجاحك أو قد ايه ممكن يكون داعم لإلك ولنجاحك لحتى يوصلك للي أنت بدك إياه؟ أول شيء خلي أجاوبك على أول مقاطع. البنية أول شيء لازم تحب نفسها وتعتمد على حالها وتكون لها فد شيء، بعدين انا انصح بالزواج. حتى لا يخيب ظنك ولا تنطين دائما 100%. قد هسه انا الحمد لله متفاهمه ويا زوجي واكو تفاهم، هاي هم ما انطي يعني 100% لا كل شيء توقعي بالحياه، هاي دنيا كل شيء يعني واحد لازم يتوقع حتى لا تنصدمين بعدين. انت حبيه واحترميه بس خلي اكثر شيء حبي نفسك، اعتمدي على نفسك حتى بعدين لا تنصدمين. وهاي مال انه تقعد بالبيت وملكه ودائما الريوق يجيبه هيك هاي الحشمه مال جزيره المالديف، ما فيش ما فيش ما فيش ده
من الصبح قام يسوي لي قهوه ومحمد عصبي اول ما يقعد الا قهوه يشرب قهوه بعدين يقول نونو يعني ماكو هاي الاشياء اكو شيء واقعيه القهوه بسيطه اي اكو شغلات يعني واقعيه صح. يعني لازم هماتهم مشاهير خفوا علينا انتم الكابلز شويه بينوا لهم الحياه واقعيه لان دي يأذون بعض المراهقات دي يأذون بعض البنات اللي دي على وجه زواج صح. هذه النقطه بصراحه جيهان انا كنت اريد احكيها بس شوي ترددت بس بما انت لا لن تردد والله انا دائما احكيها نقولها فعليا الحياه الورديه أي. اللي دي يطلعون فيها بعض المشاهير الكبلز على مواقع التواصل الاجتماعي ما موجوده ده تسبب يعني عزوف من الشباب على الزواج وعزوف من البنات همين ماكو شيء بنات والله انا مو متزوجه قدامكم اكو حب وحنان بس اكو جديه هواي بالموضوع مرات هم نتعارك احنا بشر يعني ماكو هيك شيء طبعا ماكو انه يطلعون احنا ابد ما نتعارك لا ماكو هيك شيء احنا نتعارك بالبيت اكيد بس نص ساعه ابد ما ننام زعلانين نص ساعات انا غار عليه هو غار علي مرات يصير سوء تفاهم ماكو مصير مشاكل ماكو انه ما يصير زعل خفيف بس مو انه اخذ جنطي واروح ابات بيت اهلي هم زين اهلي باربي لو اني باسطنبول ما يصير هاي شغله عندي يعني بس انه الحياه الزوجيه واقعيه ومسؤوليات ومزاجيات باكر عقب اخلف والمخلفات اكبر تحيه قدم للمراه المتزوجه اللي عندها اطفال ايش قد صعب هذا الموضوع 100% صعب الله يساعدك مقدمه برامج ولازم تتحضرين وتكونين صح. باحلى شيء صح. وتنسين البيت والاطفال والشغل يعني عشان هيك انا دائما بالمواضيع اللي بتخص المراه بكون فعلا سعيده يعني وبكون يعني حاسه انه هاي رساله لازم نوجهها لكل امراه مو احلى شيء اللقاءات اللي تختص بالمراه طبعا انا بكون جدا سعيده لانه فعلا عندنا قدرات خارقه ونقدر نستغلها قويات عندنا قوه مش طبيعيه اي والله فبنقدر نستغلها دائما بالخير وبالنجاح وبالتقدم لقدام احسن ما نستغلها بشغلات ثانيه صح الله يساعد كل امراه متزوجه وعندها اطفال واذا كان عندها بزنس الله يساعدكم يعني صحيح نعم طيب جيهان احنا نعرف انه عالم السوشيال ميديا صار مزدحم فكل شخص يعني يمكن له آليته او له طريقته بهذا المجال انت شنو اللي تعتمديه بمجال السوشيال ميديا وشنو اللي تظهري وايش قد من حياتك يكون ظاهر للناس انا حياتي 80% ظاهره للعالم حلو اي 20% ما اظهرها يعني من اكون تعبانه مرات انسان يحب ينفرد مثلا ما يحب يبين طاقته السلبيه مرات الكواكب والنجوم ما ادري تتلخبط ببعضها واحد يتكئب من كيفه يقعد الصبح وهو متكئب ما يريد يسوي شيء ما ابين لهم بقيت محافظه على الديزاين مالتي خاص بي من صوتي من اللكنه مال حرف السين بس اكو ناس الاطفال اكو ناس اي واضح هذا الشيء قبل المحتوى اللي انت تنزليه وحتى بما يخص الشغل اكو ناس تحارب طبعا طبعا ما اسوي لهم شيء عادي خلي قلبهم يعرفون متابعين صاروا جدا اذكياء فعلا يعرفون منو دا يقلد منو دا ياخذ اعلان منو شفتيني في يوم اسوي اعلان لبراند غير مسويته ابد يدزون علي حتى لو صالون تجميلي ما اسوي ما طلعتكم عقد ويا فلان احترموها ما اسوي صح. لان احنا عندنا بالعراق للاسف الشديد ما يصير يجيب اكثر من مشهور لازم كل مشهور عندها مكانها الخاص احتكار ماكو شيء بحيث التاجر يفلس خلي يقلدون اذا يشوفون هذا الشيء مريح لهم خلي يسوون عادي انا يعني قبل ايام يعني كان عندي عمل من اخذ من عندي عادي 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 مع العلم فكرتي واخراجي يعني مو تمثيل لا يعني فد اعلان فد دوله يعني عادي وفرحانه ما طول هي البنيه فرحانه الله يوفقها حتى اخذها من عندي بالنهايه كل شخص الله دائما يعوض تعوضت جيت العمان واحلى سفره عندي انا عمان والله واحنا كسبنا شوفتك كمان انك نورتينا اليوم بالاستوديو شكرا جيهان يمكن الشخص كل ما بيمشي لقدام وكل ما بيطلع بنجاح اكثر واكثر بتزيد المسؤوليه وكل ما بيزيدوا المتابعين خلينا نحكي تحديدا عن مجالك كل ما تزيد المسؤولية كيف بتديري أعمالك وكيف بتشتغلي على السوشيال ميديا هل أنت لحالك هل في عندك فريق بيساعدك وبدعمك احكي لنا كيف آلية يعني هذا العمل أنا بكل دولة عندي فريق بس إنه بس على قد إنه من أروح للدولة هاي إنه أحتاجهم كتصوير وشيء حلو بس إنه البروفايل الديزاين اللي أختار ملابس الميك اب كله أني كله أني حتى أكثر فيديوهاتي أني ومصور واحد يا دوب نجيب مساعد
اي فكلها نعم. اني وحدي حتى الريلزات تصوير موبايل يعني نعم. اكثر طيب. محتوى تصوير موبايل نعم. طيب جيهان احنا ايضا يعني مع اعياد النوروز مقبلين على عيد الام وانا اعرف هذا اليوم ايش قلت قلت لها لا تحكي لي دمعت وبكيت قبل اللقاء قلت لها تجيبين طاري امي وانا انت قلتي لي انه الوالده متابعتنا فانا في البدايه حابه اوجه لها تحيه واقول لها كل عام وهي بالف ما اريد ابكي تدرين ليش خلي يفتهموا اني اول مره اعيش بعيد عن امي تقول انا اتزوج بعد ما اتزوج جاني أظل باربي حتى إذا أتزوج أتزوج باربي اليوم أمي لازم طب اسطنبول تركيا وين أروح أول مرة أعيش بعيد عن أمي صار لي شهر ما شافتها كلش مشتاقة لها زين اليوم إحنا بدنا نعايديها من خلال دجلة عيد الأم نقدر نقول يعني ساعات تفصلنا عنها شو شغلة ناويني بتوني كلش هي مو عادي هاي دموع ماميتا هاي أنا بالبيت ماميتا I love you حبت جوعانة هواي يا ريت عمعم هاي دائما حبت تطبخ وكل عام وانت بألف خير وكل الأمهات أنا تدرين وين أتوقف دائما دمعين من أشوف نسوان كبار ما أعرف ليش يمكن أنا هواي أحب أمي الله يخليك الجنة تحت أقدامهم يعني بعد ما أقدر أحكي يعني هي هاي كلمة كافية يتعبون علينا أنا نجاحي كله من بعد رب العالمين أمي أمي ظلت بظهري حاربت الكل حربة الحاجة حتى حربة من العائلة حتى أظل قوية. أنت راح تبتشينا أحنا. أنا راح أبتشي. يعني عشان يضل حدا فينا قادر يحكي ما نقعد نبكي احنا الثلاثة. الله يوضح حساس أنا. أنتم بتش هنا طلع من الاستوديو روح شوفي أنا إيش أسوي. الله يوفقك. حبيبتي أكبر تحية لكل الأمهات بالدنيا. إن شاء الله يا رب كل عام هم بألف خير والله يخليك إلها وإن شاء الله نشوفك أحلى مامي بأقرب وقت. إن شاء الله. وأنت تستاهلين النجاح اللي وصلتي له جيهان. حبيبتي واحد الله يوفقك. مفخورين بيش جدا. للامانه انا اريد اقول شيء كنت قاعده خلف الكواليس دا اشوفكم شلون دا تحكون كلش انتم متمكنات انتم فظيعات كلش حلوه قويات والسالفه انه عندهم ثقافه حوار يعني شكرا جزيلا ما شاء الله عليكم هاي شهاده اكيد نعتز بها حبيبتي وجودك اليوم اضافه كبيره لنا شكرا راح نبقى مواكبين كل نجاحاتك ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم على خير وعندنا طلعه وبركه يلا جاهزين لازم نطلع لازم شكرا لكم والقناه دجله المحترمه الجميله شكرا لك جيهان على وجودك وعلى كلامك الرائع احنا جدا فخورين فيكي وان شاء الله اكيد بنشوفك من نجاح لنجاح ثانك يو حبيبتي الله يوفقك شكرا